خبر صادم ومحزن تم تداوله على السوشيال ميديا بشكل كبير من بعد تأكيد وفاة وئام الدحماني بأزمة قلبية عن عمر 34 سنة. عدد كبير من المشاهير العرب عبروا عن حزنهم وتعازيهم، وأولهم نجوم المغرب، فكتبت أسماء المنور: الله يرحمها ويغفر ليها ويثبتها عند السؤال، ويا رب ألهم ذويها وأهلها الصبر والسلوان. سعد المجرد نزل هالصورة لوئام وعلق: إن لله وإنا إليه راجعون، اللهم ارحمها واغفر لنا ولها. أما الدوزي فقال: رحم الله الفقيدة وأدخلها فسيح جناته وألهم أسرتها الصبر والسلوان. وبنفس الطريقة عبر الجريني وجميلة عن حزنهم.